تواصل مؤسسة حياة كريمة تسيير جسر بري يضم عددا كبير من الشاحنات المحملة بآلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة. يأتي ذلك طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم الفوري والإغاثة لدولة فلسطين الشقيقة ولشعبها. إن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ونؤكد اليوم من جديد هذه الإدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاته على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبولة ولا يمكن تبريرها بالدفاع عن النفس. دعم متواصل ومساعدات مستمرة، وبتتوالى قوافل مؤسسة حياة كريمة في جسر بري لقطاع غزة، بدأ من بداية الهجوم على القطاع. مرحلة تانية بدأت تضمنت العديد من القوافل على مدار أسبوع كامل بعدد كبير من الشاحنات المحملة بآلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية. إجمالي حتى الآن 45 عربية، الشاحنات بالكامل بتحتوي على مواد غذائية ومياه ومساعدات طبية. مواد غذائية ومياه ومستلزمات طبية وكتير من المساعدات المتنوعة اللي من شأنها تقدر تساعد بشكل أو بآخر في تخفيف وطأة الأحداث الصعبة اللي موجودة في القطاع، وده اللي بتتضمنه قاطرات حياة كريمة. دي المشاركة الرابعة لمؤسسة حياة كريمة في قوافل الإغاثة لإخواتنا في فلسطين. كل الشباب قلبهم على الحاجة، كل الشباب همهم إن الحاجة توصل في أحسن صورة، كل الشباب همهم إن الحاجة توصل فعلا لإخواتنا هناك والحاجات اللي هم فعلا محتاجينها. إحنا بنشعر بالفخر لأن اللي إحنا بنعمله ده واجب وطني عربي. 108 شاحنة، بعد كده إحنا شاركنا ب 15 في 15 في 15 تاني هي النهاردة، ولسه في قوافل تانية إحنا بنجهزها وبنحضرها خلال الأيام الجاية. جهود كبيرة بتقوم بيها حياة كريمة خاصة في هذا الإطار، وده طبقا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم الدعم الفوري والإغاثة لدولة فلسطين الشقيقة ومساعدتهم في هذه المحنة.